السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. القرآن كتاب فيه كل شيء، فيه تبيان كل شيء. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في القرآن كل شيء مذكور، وكل شيء بمعنى ماذا؟ بمعنى هل القرآن يستطيع أن يقود الحياة؟ بمعنى هل القرآن هو من أسس للحضارة أو أسس لمجتمع حضاري؟ هذا ما نطرحه في هذه الحلقة ونناقشه مع جناب الدكتور عبد الله ساجد. إذن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي جناب الدكتور. حياك الله دكتور عبد الله، شهر مبارك إن شاء الله. مرحبا بك عزيزي، تحية لجنابك وللأحبة مشاهدي قناة الأيام الفضائية الكرام. بوركت ساعاتكم كلها، ولا سيما هذه الساعات، ساعات شهر رمضان المبارك. أنا دكتور رياض ساجد السالم. حياك الله دكتور. نبدأ إن شاء الله على بركة الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله أحبتي مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورحب بكم مرة ثانية، ورحب بضيفي دكتور رياض. حياك الله دكتور. دكتور، عنوان كبير، الإسلام يقود الحياة، هذا عنوان كبير جدا. دعنا نسحب هذا العنوان إلى القرآن يقود الحياة، هل ممكن أن يطبق هذا العنوان فعلا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن 14 قرنا تشهد بما جعلناه عنوانا لهذه الحلقة، القرآن يقود الحياة، ولا تضاد مع العنوان المأثور المشهور الإسلام يقود الحياة. لب الإسلام هو القرآن الكريم، ولا يمكن أن يفهم القرآن الكريم إلا بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فلما نقول أنه القرآن يقود الحياة، فإنما نقصد به القرآن وما يفسره وما يتبعه وما يحيط به من حديث أو أثر أو فقه يفسر لنا ما يحتاج إلى تفسير في كتاب الله تبارك وتعالى. فقد مضت الحياة حالات كثيرة جدا بيّنت لنا أن الإسلام قدم أطروحة عظيمة، وظلت هذه الأطروحة خالدة بكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن المجيد ينطق، يختلف عن غيره من الكتب، سائر الكتب إنما بالحقيقة قد طرأ عليها التغيير والتحريف، ويعني على الأقل مثلا يحرفون الكلم عن مواضعه، لكن كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم الآخر الكتب السماوية لا يطرأ عليه التغيير. هذا هو الفارق الأساسي، أنه هو كتاب، يعني قرآن وكتاب في الوقت نفسه، ليس كتابا يعني مثبت في السطور، في قراطيس، في المصحف وحده، وإنما هو يحفظ في الصدور. كثير من الناس يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى جيلا عن جيل، في كل مرحلة في كل زمان نجد ملايين الحفاظ، في كل بلد هناك الآلاف من الحفاظ. لو يعني أحصيت هذا العدد في أنحاء الأرض كلها، تجد أنه في كل جيل تجد الملايين ممن يحفظون هذا الكتاب، يحفظونه غيبا في صدورهم، يتلونه حق تلاوته.
هذا عن طريق نحن عفوا دكتور، لا نتحدث عن الحفظ والتلاوة، كثير من الكتب ممكن أن تحفظ وممكن أن تتلى، نحن نتحدث عن قيادة حياة ونتحدث عن القرآن، لا ما يدور في فلك القرآن من أحاديث وروايات. القرآن بما هو هو بين الدفتين من الحمد من الباء إلى السين كما يعبر، من باء الحمد إلى سين الناس. هل هذه السور الجامدة كما يعبر البعض قادر على قيادة الحضارة التي يعني اليوم ملأت الدنيا شرقا وغربا؟ نعم، جزء من الإجابة على هذه القضية أنه يقود الحياة لابد أن نقرر أولا بلا تعجل بتأنن بعلم حبيبي الشيخ عمار عيني أن هذا القرآن محفوظ، مو قضية أنه إحنا زائدة لما نتكلم عنها. غيره من الكتب عندما نقول أن هذا الكتاب مؤثر، طرأ عليه تحريف، غير، اعتمدوا على التفاسير مثلا، حتى إذا نأخذ مثلا كتب أرسطو مثلا، تشوف أنه كتب أرسطو مو نفس الكتاب هو نفسه اللي كان قبل 3000 أو أكثر، وإنما اعتمدوا على ترجمات، اعتمدوا على شروح. أما كتاب الله تبارك وتعالى فهو محفوظ. هذه قضية أساسية حتى نشوف بعد ذلك أنه يقود الحياة أو لا يقود الحياة. شوف عزيزي، من مزايا هذا الكتاب العظيم أنه كتاب ثابت كما ذكرت بأنه محفوظ، خلي أعبر عنه بأنه ثابت، وفي الوقت نفسه هو كتاب مرن. تشوف أنه لما تعامل مع هذا الكتاب، دكتور عذراً على المقاطعة، إذن لابد أن نعلم أن هذا القرآن الذي نحن في صدد الحديث عنه عن إمكانيته لقيادة الحياة ووضعه لأسس الحضارة أنه كتاب محفوظ لم يطرأ عليه التغيير، هكذا؟ نعم بالضبط. جيد، بالضبط. إذا أسسنا لهذه القاعدة، خلينا نناقش في هذه القاعدة قليلا دكتور. إذا ماذا تسمي من، ماذا تقول عن من قال بتحريف القرآن سواء من الخاصة أو العامة؟ واهم عزيزي، بإجابة سريعة، واهم، مشتبه، غلطان، اعتمد على أحاديث ليست صحيحة، وإنما هو هذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت حضرتك بترتيب المصحف من سورة الحمد إلى سورة الناس، ولكن يعني إنما طرأ عليه بعض التغيير، بعض التحريف في تفسيره، أما بألفاظه فلم يطرأ عليه. إذن الكتب أي التي الكتب والمصنفات ولو بحرف واحد، الكتب والمصنفات التي صنفت في التحريف، مثلا فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب مثلا، هكذا عندنا مصنفات تحدثت عن هذا، عن طرق التحريف. البعض حتى يصنف القراءات السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر، إن أحصينا القراءات الشاذة مع القراءات غير الشاذة، يعتبر هذه القراءات هي محض محاولات جادة للتحريف. نعم، هنا قضيتان عزيزي. القضية الأولى قضية الكتب التي ذكرت التحريف، ومنها كتاب ما ذكرت من كتب، بالضبط كتاب واحد المحدد المعين. هذا الكتاب بالحقيقة عنوانه يعني يوحي بذلك، ولكنك لو اطلعت على الكتاب ليس كذلك عزيزي. هو الكتاب إنما يعني يسرد الروايات، يعني يذكر الروايات التي فيها إشارة إلى التحريف، ويناقش هذه الروايات ولا يقبلها بالخاتمة بالنهاية، أنه لا يقبل بهذه الروايات، يردها بتسلسل بترتيب. دكتور، ما هو رأي علماء المذهب الجعفري عن التحريف؟ نعم، كل علمائنا من الشيخ المفيد، يعني اذا يعني اخذنا بعد الغيبه الكبرى، نعم بعد الغيبه الكبرى، من الشيخ المفيد الى يومنا هذا، الى السيد الخوئي قدس الله نفسه، كلهم يقولون بان هذا الكتاب ثابت لا تحريف بألفاظه ابدا، الفاظه حفظت فليس بها تحريف. اما القضيه الثانيه اللي حضرتك ذكرتها اللي هي القراءات هي اجتهاد بشري. يعني حضرتك مثلا انت تتعلم احد الأخوة ولا يستطيع ان يضبط القراءة. انا حاولت مع بعض طلابي مدة طويلة في اليمن العزيز، حاولت معه اكثر من شهرين او اكثر من 3 أشهر تقريبا، اريد فقط ان ينطق يقول قل هو الله احد بالقاف
وهو معتاد على أن يقول قل هو الله أحد، وهم حقيقة هم أصل العروبة، أصل العرب هو في اليمن، ولكن ما يستطيع أن ينطق القاف فينطقها قل هو الله أحد. هذا البشر هم ما يستطيعون، فصار عندنا القراءات، وهي بالحقيقة اجتهاد من البشر حتى يعني يتداولوا كتاب الله تبارك وتعالى فيما بينهم بما يتيسر لهم بقدرتهم البشرية، بما يتيسر عندهم. ولكن القرآن واحد كما يعبر سيدنا وإمامنا الصادق عليه السلام، نزل من عند الواحد. جيد، لكن هذه الألفاظ وهذه القراءة، حتى قلب القاف إلى قاف أو قئ كما يعبر عنه بالعامية، هو قراءة، هي لغة عربية فصحى وسمع العرب قبل الإسلام تلفظوا بها، حتى التشئ باللغة العربية. نعم، يعني يقول الشاعر عربية. يقول الشاعر الجاهلي يقول للغزال عندما رأى غزالة قال عيناك عيناها وجيدك جيدها، لكن عظم الساكن كي دقيقه. الشيخ عمار عزيزي، أكثر من ذلك عندنا قراءة للحسن البصري. نعم. من الجيل المتقدم، من الأوائل، يقرأ إنا أنطيناك الكوثر. لاحظ أنطيناك وليس أعطيناك، على طريقة التلفظ في جنوب العراق، إنا أنطيناك الكوثر. كان في ذلك الوقت قراءة، هذه قراءة ولو أنها تخالف رسم المصحف، فصار عندنا قاعدة أنه كل ما يخالف رسم المصحف ويخالف العربية هذا لا يعتد بهذه القراءة، تعد قراءة شاذة. حتى القراءات المتواترة بسندها هي بالحقيقة هي من اجتهاد البشر. عندنا القرآن هو هذا الذي يتلى بين الناس بما يعبر عنه اليوم قراءة حفص عن عاصم، وهو بالحقيقة هو القرآن المجيد. جيد دكتور، إذن الآن تقدمنا خطوة نحو الأمام. جيد. قلنا أن القرآن الكريم هو برأي علماء المذهب الجعفري من أولهم إلى يوم الناس هذا، إلى رأي السيد السيستاني، هو محفوظ كما هو، كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى بلا زيادة ولا نقيصة مطلقا. نعم. هذا رأي المذهب الجعفري. نعم. ما هو رأي المذهب يعني بقية عموم المسلمين بالقرآن؟ بالحقيقة هو أيضا رأي مشابه، يعني هم يقرؤون ويثبتون في كتبهم ويقولون مثلا أن كل ما في كتاب البخاري صحيح، ولكن مع ذلك أكو عندنا روايات تشير إلى نقص، تشير إلى تغيير، تشير إلى تحريف، ولكنهم يعني لا ينظرون إلى المعنى العميق لهذا الحديث، إلى المعنى الصحيح لهذا الحديث، ويتجاوزونه ثم يستقر في أذهانهم وينقل عنهم أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه، كما يعبر القرآن الكريم عن نفسه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جيد دكتور، الخطوة الأخرى بعد هذه الخطوة. نعم. طبعا أنا لا أريد أن نناقش بالجزئيات باعتبار رواية الداجن وما غيرها التي وردت عند إخواننا، أن سورتان بقدر سورة براءة كلاهما الداجن. أنا لا أريد أن نناقش هذه الأمور الآن، أنتقل إلى محور آخر، خطوة نحو الأمام، خطوة أخرى نحو الأمام. القرآن الكريم بعد أن أثبتنا سلامته من التحريف، أو سلامته من التحريف، بعضهم عد أن القرآن هو هرطقة محمدية لا يمكن أن، أو لا يصلح إلا أن تكون على الرفوف. نعم، إحنا بالنهاية نتعامل ويا الأشياء، نتعامل وياها كما موجودة هي في الواقع، واقع الحياة اليوم، أن هذا الكتاب العزيز هو أكثر الكتب تداولا بين الناس نطقا وكتابة وطباعة، وهذا المصحف تجده في يعني ما من بقعة في الأرض تخلو من هذا الكتاب العزيز. حتى في أوروبا رغم أنه يحرق ويعتدى عليه، ولكن مع ذلك هو الكتاب الأول في أنحاء الأرض كلها، والناس يتداولونه بوسائل كثيرة. فهو كما ذكرت كتاب ثابت، بمعنى أنه لا يطرأ عليه التحريف، وفي الوقت نفسه هو كتاب مرن. مرن بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يستنطق، بمعنى أنه ممكن أن يكون يعني جواباً لأسئلة في مرحلة معينة
في منطقة معينة، حتى في أول نزوله، في بداية نزوله تشوف عندنا القرآن المكي الذي نزل في مكة وهو قرآن، ثم بعد ذلك تشوف عندنا الكتاب المدني، الكتاب الذي نزل في المدينة، السور التي نزلت في المدينة. صحيح هي كتاب واحد، أنا أعبر عنه بأنه مثل العملة، العملة لها وجهان، قرآن وكتاب. لما تعامل مع أهل المدينة، أهل المدينة منهم اليهود، منهم النصارى، يتعاملون مع النصارى أهل كتاب، ولذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صرنا نتعامل مع كتاب. بينما كان في مكة يتعامل مع أميين، مع المشركين في مكة، هو قرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، لاحظ، اقرأ فهو قرآن. إذا بمرونة بأنه في منطقة نتعامل وياه أنه قرآن، ومنطقة أخرى نتعامل وياه أنه كتاب. وهكذا في كل زمان، في كل مكان، نجد أنه تقريبا كل 10 سنوات يظهر هناك مفسر عنده جهود كبيرة جدا ويفسر لنا هذا الكتاب العزيز، يستنطقه من أجل أن يحصل على إجابات لمشكلات عصره. بل أحيانا في بعض العصور، مو كل 10 سنوات، في السنة الواحدة نجد هناك مجموعة كبيرة من استنطاق القرآن الكريم بكتب كبيرة جدا، مؤلفات، يعني حتى أنه اليوم تفاسير كتاب الله تبارك وتعالى لا حصر لها، كلها استنطاق، أنه أيها القرآن المجيد أعطنا جوابا لهذه المشكلات التي تواجهنا. عندنا مشكلات سياسية، عندنا مشكلات اقتصادية، مشكلات تعليمية، كل القضايا نعرضها على كتاب الله تبارك وتعالى. كل عصر عنده أسئلة معينة وعنده إجابات بطريقة أو بأخرى. طيب، معروف عبد الغني الرصافي وجه نقد للقرآن، هو من ومن معه وجهوا نقد إلى القرآن، قالوا أن هذا الكتاب هو مما تتلمذ من نس بعضه من نسج خيال محمد، وبعضه مما تلقاه محمد من أساتذته المسيح والرهبان والنصارى وما إلى ذلك. نعم، شوف عيني الشيخ عمار عزيزي، هذا كلام معروف عبد الغني الرصافي، الشاعر العراقي المعروف. واضح واضح، معروف عبد الغني الرصافي لم يتجرأ أن يصرح بمثل هذا الكلام، إلا أنه وضع كتابا كبيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقريبا في أكثر من 800 صفحة، سماه الشخصية المحمدية، وتركه ليتداوله الناس بعد وفاته، منع تداوله في حياته وتركه إلى بعد ذلك. وفعلا بعد أكثر من 50 عام من وفاته، أكثر من 50 تقريبا، أي تقريبا أكثر من 50، طبع الكتاب بعد وفاته بمدة طويلة. وهذا الكتاب بالحقيقة، فصل من فصول هذا الكتاب سماه بلاغة القرآن، وانتقص من كتاب الله تبارك وتعالى. والحقيقة هو حتى الآيات اللي ذكرها لا يتجاوز عددها 24 آية. أنا بحثت الكتاب بعناية، راجعت الكتاب بعناية، عندنا اللي ذكرهن 24 آية. قال هذه الآيات لا تليق بكتاب يعني يعبر عن الله تبارك وتعالى، ليست تعبيرا عن الله، عن ذات الله سبحانه عز وجل. فقال إنه هذه الآيات فيها نقص في البلاغة، هو بحسب تعبيره، ليست مثل غيرها. طيب، الكتاب العزيز عندنا بأكثر من 6000 آية، إذا يريد هو يقيسها بهذه الطريقة، ولو أن كتاب الله تبارك وتعالى كله أعلى درجات البيان، ولكن حتى لو تنزلنا 6000 آية، لو أخذنا منها 24، يعني بالحقيقة يعني أثبت البلاغة للكتاب العزيز من حيث لا يشعر. هو أراد أن يهدم، فإذا به يبين عظمة هذا الكتاب العزيز، إذ إنه بحث ومحص ولم يجد إلا هذه الآيات. وحتى كلامه عن هذه الآيات هو كلام سقيم بالحقيقة، ليس إلا كلاما
في سفاسف الأمور، من لم يفهم القضية أو من يعني ناقش المسألة مو في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما كيف فهمها المفسرون ولا سيما الزمخشري. هو دائما كان شي ناقش يناقش إنه قال الزمخشري كذا ويرد على الزمخشري، ما علينا من الزمخشري، هذا كتاب الله تبارك وتعالى قبل الزمخشري وبعد الزمخشري، وهو فعلا يقود الحياة ويؤثر في الناس، سواء قال الرصافي بذلك أو لم يقل، لا يؤثر في ذلك. هو بالحقيقة هو اعتمد على فكرة أنه الآيات متباينة في قوتها، هاي طبيعة الأشياء، طبيعة الأشياء أنه ما يعني الكلام دائما ما يكون برتبة واحدة، من الطبيعي أنه لما الكتاب العزيز يحدثنا مثلا عن توزيع الإرث، ميراث توزيع الميراث. دكتور خلي أقاطعك هنا. نعم. السيد محمد السيد رياض الحكيم في كتاب علوم القرآن يقول أن الآيات كلها من الباء إلى السين، من الدفة إلى الدفة، كلها بقوة واحدة ولا يوجد تباين في قوة الآيات، وهذا هو جزء من إعجاز القرآن. واضح، أكيد لا شك في ذلك، لا يوجد تباين، من أين جاء؟ نعم لا شك يعني في ذلك، بدليل جاء هذا التباين، بدليل عزيزي، بدليل أن الله تبارك وتعالى قد تحدى العرب في ذلك الوقت أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بسورة مثله، وفي موضع آخر بسورة من مثله، سورة واحدة. وعندنا أقل السور عددا في آياتها، عندنا سورة الكوثر 3 آيات، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة. فإذا بالحقيقة أن كتاب الله تبارك وتعالى معجز في نظمه، في بلاغته، في بيانه، لا شك أنه من أوله إلى آخره هو كتاب معجز. ولكن أنا من باب أنه تقريب المسألة أقول أنه آيات الميراث يجب أن تكون بعبارات مختلفة عن الآيات اللي مثلا قل هو الله أحد الله الصمد. ها لاحظ المسألة متعلقة بأنه هذه متعلقة باعتقاد وهذه متعلقة بالتشريع، يعني أكو عندنا آيات متعلقة بالقتال، أكو عندنا آيات متعلقة بالصلاة، يعني هذا التنوع، هذا مو معناه أنه يعني هي بعضها قوي ببلاغته وبعضها ليس قويا، لا أقول بذلك، وإنما أقول طبيعة الموضوع تفرض أنه هنا يتحدث بألفاظ معينة وهنا يتحدث بغيرها. جيد دكتور، عنوان الحلقة عنوان كبير جدا، أنا أحب أن أناقش هذا العنوان وهذا المضمون. طبعا القرآن وضع أسس الحضارة، أسس الحضارة، شوية كبير العنوان؟ لا بالعكس، بالعكس ليس كبيرا. شوف عزيزي عيني شيخ عمار، الكتاب العزيز القرآن الكريم عالج 4 مشكلات كلها متعلقة بالجاهلية في ذلك الوقت. عندنا مرحلة معينة سماها الكتاب العزيز سماها الجاهلية، فيعالج المشكلات اللي فرضتها الجاهلية، 4 أمور أساسية، وهي تصنع الحياة حقيقة إذا أخذت بهذه الحلول. المشكلة الأولى حكم الجاهلية، دائما لما يذكر الجاهلية ما يذكرها بذاتها، وإنما يذكر صفة من صفاتها، يعني ما يضاف إليها، يعني أكو مشكلة متعلقة بشيء من كان من الجاهلية، من ترسبات الجاهلية. فالقضية الأولى حكم الجاهلية حتى يعطينا حل للمشكلة السياسية اللي كانت قائمة في الجاهلية، طريقة الحكم. وبعد ذلك إذا استرشد الناس بما أراده الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يجدون حلا صحيحا. أول قضية قلنا حكم الجاهلية. القضية الثانية المشكلة العلمية والمشكلة التعليمية، ظن الجاهلية. هذا الظن بالحقيقة ما يقود إلى العلم، ما يقود إلى بناء الحياة، يعتمد على الشك، يعتمد على ظنون، ما يعتمد على أوهام، ما يعتمد على المنطق العلمي السليم. ولذلك هو يريد منا أن نبتعد عن ظن الجاهلية. المشكلة الثالثة هي المشكلة الاجتماعية، حمية الجاهلية. الناس عندهم حمية عصبية للقبيلة، للمكان،
للون معين، لتعصب لمذهب، تعصب لطريقة معينة، هذا مو صحيح. يريد الله من عندنا سبحانه عز وجل الابتعاد عن حمية الجاهلية. القضية الرابعة هي القضية الأخلاقية، المشكلة الأخلاقية تعاني منها المجتمعات في ذلك الوقت وفي وقتنا الحالي. هسه احنا باقي نفس المشكلة. فعبر عنها القرآن الكريم تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى. إذن هو لما يعالج هذه المشكلات، هو فعلا أهم المشكلات في الحياة، هو يعني يجد لها حلا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية في كل مكان وزمان. مو ثابتة القضية بشكل واحد، وإنما بما يتناسب مع الأزمنة والأمكنة المختلفة. جيد دكتور، يعني هل يوجد تنظير حضاري اقتصادي في القرآن؟ هل يوجد تنظير حضاري اجتماعي في القرآن؟ هل يوجد تنظير حضاري في السياسة الدولية؟ اليوم نحن نتحدث عن حضارة، نتحدث عن عصر العولمة. أكبر مشكلة كانت موجودة في ذلك العصر في الجاهلية إبان نزول القرآن الكريم، ولا تزال إلى اليوم هذه المشكلة، لا تزال إلى اليوم، هي مشكلة الربا. هذا الربا هو اللي يدمر اقتصاديات البلدان ويدمر الأفراد بمستواهم البسيط، اللي يروح يقترض من المصرف وتتراكم عليه الأرباح بحيث أنه هي تأكل رأس المال اللي عنده ولا يستطيع أن يسدد. القرآن الكريم أجاب إجابة قطعية عن هذه المسألة: فأذنوا بحرب من الله. أذنوا بحرب، هذه المسألة أنه لازم نحاربها حرب شعواء. إذا الناس ما رادوا يلتزمون، هاي مشكلتهم مو مشكلة القرآن الكريم. فطبعا القرآن الكريم يقدم حلولا اقتصادية ناجعة في جوانب كثيرة جدا. هذا التعظيم للعمل، هذا التكافل للسائل والمحروم حق معلوم. لاحظ شو يعبر عنها، هذا التكافل الاجتماعي حق، حق مو انه هذه صدقات، وانما حق معلوم، حق مثبت معلوم، يعني معلوم يعني معين محدد، وحتى ما يسميه صدقات، وانما يسميه حق معلوم. وهكذا بالحقيقه القرآن الكريم يعالج المشكلات الاقتصاديه، ولكن المشكله في ان الناس لا يتبعون هذا الكتاب العزيز. جيد دكتور، عباره ان القرآن صامت، وصامت وحده لا يكفي، لابد لكل صامت من ناطق. نعم، هذا يعني الذي العبارة في بداية الكلام. ألا تستشعر منها تحجيما للقرآن؟ لا 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 عزيزي، هذا الذي أشرنا إليه في بداية كلامنا، أن القرآن الكريم وحده يعني يحتاج، القرآن الكريم يحتاج إلى المفسر، يحتاج إلى المنفذ المطبق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلفظ صريح: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله هو الأول صحيح، وعترتي أهل بيتي. يعني هاي المسألة، القرآن الكريم يحتاج إلى العترة كما أن العترة هم أيضا يحتاجون إلى كتاب الله. ولذلك بقي هذا الكتاب العزيز، ما صار عليه أي تغيير أو تبديل. وإنا نحن نزلنا الذكر، ذكر، لاحظ هو ذكر، وإنا له لحافظون. يعني طيب، هذه المسألة مرتبطة بأنه طيب، صحيح هو يقدم إجابات، ولكنه بحاجة إلى من يستنطقه بطريقة صحيحة. جيد دكتور، عندنا حضارتان، حضارة تسير على نهج القرآن وحضارة لا تسير على نهج القرآن. الحضارة الإسلامية أو الدول الإسلامية بتعبير أدق، الدول الإسلامية اليوم تدعي أنها تسير على القرآن، وعندنا أوروبا مثلا التي لا تسير على القرآن. نلاحظ الدول التي سارت واتخذت من القرآن منهجا يعني هي دول أقل من الدول التي لم تسير على نهج القرآن، بل سارت على نتاج الحضارة الإنسانية، ونرى لها الكعب الأعلى، وهي دول متقدمة ومتحضرة، وبقينا نحن دول العالم الثالث، الدول التي سارت على نهج القرآن. نعم، المسألة هنا فيها جانبان عزيزي. الجانب الأول، أنا لا أوافق على أن أقول أن هذه الدول كما سميتها هي دولا إسلامية، ليست صحيحا. يعني خالفت كتاب الله تبارك وتعالى
بمسائل هينة بسيطة جدا، هم خالفوا كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف بعد ذلك نقول أنها تنسب إلى الإسلام أو أنها تتبع القرآن الكريم؟ صحيح أنه في القياس العام في المحيط العام نقول أنها دول إسلامية، لكنها لم تلتزم. أبسط مسألة، يعني أول مسألة، مو أبسط وإنما هي أول مسألة، مسألة الولاية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارق الحياة بأبي وأمي حتى عين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة من بعده بلا فصل. هل التزم الناس بذلك؟ لم يلتزموا بذلك، فما نستطيع أن نقول أنها دول إسلامية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هذه الدول اللي حضرتك تسميها دول متقدمة أو حضارة متقدمة، هذه الدول عزيزي هي التي فتكت بالسكان الأصليين في أمريكا. سكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر، يسمونهم حتى يسمونهم الهنود الحمر، وعن هذا نبذ يعني بالحقيقة، هم ليس هذا اسما لهم، ليس لقبا لهم، سكان أمريكا الأصليين، وكذلك سكان نيوزيلندا، كذلك سكان استراليا، وحدث بما شئت بمناطق مختلفة بالعالم، من احتلال فرنسا للجزائر مثلا، وحدث اليوم هذه الجرائم اللي جاي نشوفها في فلسطين، هذا الاحتلال الإجرامي لفلسطين، هذا كله بالحقيقة هذا تعبر عنه بأنه بلدان متقدمة. صحيح أنه عندهم تقدم تقني، لكنه هذا ما يعني عندهم جانب أخلاقي متقدم أبدا، بالعكس هم عندهم احتلال إمبريالية، يعبرون عنها بأنها إمبريالية، عندهم احتلال للقارات، احتلوا القارات المختلفة، أخذوا عندهم قوة كبيرة، ولا سيما هاي القوة اللي صارت خلف الأطلسي بعيدة عن الحرب العالمية، لما تصير حرب عالمية مناطق بعيدة جدا، وعندهم قوة اقتصادية ضخمة جدا وبدأت تسيطر على العالم. حتى قبلها يعني بريطانيا أو فرنسا سيطروا على قارات كبيرة، سيطروا على أفريقيا وأخذوا أهل أفريقيا المساكين، كانوا يصطادونهم كما يصطادون النمور، اصطياد يصطادوهم ويأخذوهم وين؟ ويأخذوهم إلى الغرب حتى يصيرون شنو؟ يصيرون عبيد. ثم بعد ذلك لما صار عندهم الحرب الأهلية في أمريكا، شافوا أنه تحرير العبيد يساهم بوقف الحرب الأهلية حتى يصير عندهم توازن، هذه عندهم قوة ولا ما عندهم قوة، فأصدر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت قراره بتحرير العبيد، مو مصلحة متعلقة بالعبيد أنفسهم، وإنما القضية متعلقة بمصلحة الغرب نفسه، ما عندهم أخلاق بالحقيقة، وإنما دكتور ما عندهم أخلاق لكن عندهم حضارة. دكتور دكتور أرجوك، أهم شيء عندهم الأرباح، أهم شيء رأس المال. دكتور ما عندهم حضارة، ما عندهم أخلاق لكن عندهم حضارة، عندهم تكنولوجيا، عندهم استقرار، عندهم تكنولوجيا، عندهم استقرار اقتصادي، عندهم استقرار أمني، عندهم تقدم تقني يا عزيزي. ولكن أنت لو تشوف لي اليوم مثلا، اليوم ملك بريطانيا، حدثني عن جوانب الأخلاقية في حياته، هذا اللي وكانت زوجته الليدي ديانا وكذا وكذا، يعني ما أريد نتحدث بالتفاصيل هسه احنا في شهر رمضان، وين الأخلاق بأنه لما يكون مثلا الرئيس كلينتون مثلا لما كان بوقته، أو شوف ماذا يفعل مع السكرتيرة، شوف مثلا فضائح عندهم بالحقيقة، حتى على 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 مستويات يعني متدنية، يعني مستوى كبير جدا، مو مسألة انه احنا يعني نعارضهم او نخالفهم او نسميهم احتلال، لا، هم بالحقيقة هم ما عندهم حضارة حقيقية. دكتور عندهم القوة، عندهم المال، عندهم السلطة، عندهم السلطة، ولكن بالحقيقة ما عندهم حضارة. أنا الآن لا أريد أن أناقش وأناظر بين أو يعني بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، لكن عندنا مثلا اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وعند الغرب حقوق الإنسان. نعم، هذه أخلاق. نعم عزيزي، لاحظ عيني، هذه الآية المباركة متعلقة بحالة معينة، مو مطلقة، يعني أنا ما اليوم هسه اليوم مساجد المسلمين الحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها، كل الناس فيها، كل المؤمنين فيها يقرؤون كتاب الله، هاي الليالي المباركة عندنا ختمات للقرآن الكريم،
وكلهم يمرون على هذه الآية: اقتلوهم حيث ثقفتموهم. تلقى لك واحد يروح يقتل؟ إلا القليل، إلا القليل الذي لم يفهم القرآن الكريم، اللي هو من يما يتصرف. هذه الآية المباركة متعلقة بحالة حلف معين، وهم نكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة، فقال اقتلوهم حيث ثقفتموهم. هكذا أمر من الله سبحانه عز وجل لجماعة معينة نكثوا العهد، ولكن ليست مطلقة. ملايين المسلمين يقرؤون هذه الآية، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي يقول صدق الله العلي العظيم، يعني ينتهي من الكتاب ولا يذهب لقتال ولا لغيره. إذن مو هذا المعنى، هذا المعنى المتداول. هذا من جهة، من جهة ثانية، من جهة ثانية الغرب عنده حقوق الحقوق، عفوا دكتور، عنده الغرب عنده حقوق الإنسان، بل وتعدى إلى ذلك حقوق الحيوان وحقوق شوف عيني، هذه حقوق الإنسان شو وقت ظهرت؟ متى ظهرت؟ ظهرت عام 47، 1947 بالضبط. شو وقت صارت؟ صارت بعد ما أمريكا ضربت هيروشيما، وناغازاكي، مدينتين في اليابان، ضربتهم بالقنابل الذرية، قنبلة ذرية ضربوا على هاي المدينة هيروشيما، ودمرتها، والحرب كانت منتهية، واليابان كانت قد سلمت، يعني ما باقي مقاومة، انتهت الحرب 1945، انتهت الحرب، ومع ذلك أمريكا تريد تخوف الناس، ضربوا القنبلة الذرية. بعد هذه القضية، زوجة الرئيس الأمريكي سوت مؤتمرات حتى تسوي للناس حقوق الإنسان. أي حقوق عزيزي؟ إذا عندهم حقوق الإنسان، تلاحظ هذا الدعم الكامل لما يجري في غزة؟ أي حقوق إنسان؟ هذه كذبة كبيرة. بعد أن أبادوا سكان أمريكا الأصليين، وبعد أن دمروا أفريقيا ودمروا آسيا، والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والقنبلة الذرية، وبعدين يتحدثون عن حقوق الإنسان. هذه كذبة بالحقيقة، إنما هم يستعملونها حتى شنو؟ حتى إنه والله الصين ما تحترم حقوق الإنسان، لازم نسوي لهم مقاطعة. والله روسيا ما تحترم حقوق الإنسان، لازم أنا لا يعني أنظر المسألة بمنطلق حقيقة الأشياء. حقيقة الأشياء أنهم لا حقوق للإنسان عندهم. جيد دكتور، نحن متفقون إذا إن شاء الله بعد هذا الكلام نحن متفقون فعلا، هذه الحقوق، حقوق الإنسان المدعات، تغيب غيابا كاملا في أحداث غزة، ما يحصل اليوم لأهلنا وأحبابنا في غزة الحبيبة، وما حصل بالأمس في مجموعة من الدول ليست بالقليلة الإسلامية، وانتهاكهم لحقوق الإنسانية، لا سيما في الحربين العالميتين التي راح ضحيتها قرابة 70 مليون ضحية بالحربين العالميتين. لكن دكتور أعيد إلى أرجع إلى موضوع الحلقة، إذا فتشنا في القرآن الكريم جيدا، هل نجد تنظيرا كاملا لكل زوايا الحياة الحضارية، أم يوجد شيء لم يتحدث عنه القرآن؟ شوف عزيزي، احنا بالمقدمة، أنا سمعت المقدمة أنه القرآن فيه تبيان كل شيء، هذا من عنده، هو من القرآن، هو يعبر هكذا، هو القرآن يعبر عن نفسه هكذا. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا ليس عن كتاب الله عز وجل، وإنما عن الكتاب المتعلق بصحيفة الأعمال. يعني أنا صحيفة أعمالي بعدين راح أشوفها، ما لهذا الكتاب اللي هو صحيفة أعمالي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مسجل علي أنه أنا شوية، مسجل علي أنه أنا انتقدت شيخ عمار لأنه تأخر عن البرنامج، كلها مسجلة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هذا عن صحيفة الأعمال. أما القرآن فيه تبيان كل شيء، نعم نعم القرآن فيه تبيان كل شيء. القرآن مثلا، شوف عزيزي، القرآن اعترض أو رفض حكم الجاهلية، ولكن يريد منا إحنا أن ننظم طريقة الحكم. فماذا فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وضع عهد مالك الأشتر،
على من يعتمد؟ يعتمد على القرآن الكريم، هو كل استنباط من القرآن الكريم. يعني بالحقيقة نحتاج أن نحول هذه القواعد الكلية في القرآن الكريم، أن نحولها إلى قانون، مثل ما عندنا مثلاً عندنا دستور، الدستور لكل بلد من البلدان بها دستور من الدساتير. فهذا الدستور بالحقيقة شو نحتاج؟ نحتاج أن نحوله إلى قانون، القانون فيه البند الأول، البند الثاني، البند كذا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وضع عهد مالك الأشتر حتى ينظم القضية السياسية، كيف تعامل الوالي مع المشكلات اللي تواجهه في كذا وكذا وكذا. يعني أمور كثيرة، مثلا على سبيل المثال أيضا قضية أخرى، تشوف أنه القرآن الكريم مثلا يطلب الاستئذان، أي واحد لما يدخل إلى غرفة في أوقات محددة لازم يستأذن، ها؟ نظمها بشريعة. الحديث نظم هذه المسألة، فلذلك تشوف أنه الأنصار حتى يعبرون أنه يقول صبيان الأنصار تعلموا هذه المسألة، حتى الأطفال الصغار من الأنصار تعلموا هذه المسألة، أنه لازم واحد يستأذن ثلاث مرات، إذا لم يؤذن له في المرة الثالثة يذهب. لما ندخل إلى الغرف، من غرفة إلى غرفة، يمكن واحد يعني قد تخلص من ثيابه، يشعر بالحار أو يريد أن ينام أو كذا أو كذا، لابد من الاستئذان قبل أن ندخل. نظم هذه القضايا، بس تحتاج أن نحولها إلى قانون. الحديث حولها إلى قوانين. جيد دكتور، هناك من يقول أن يوجد كتب أعمق من القرآن وأشد بلاغة من القرآن وأفضل من القرآن، منها نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام. نحن نتعامل ويا الواقع شيخ عمار عين. اليوم مثلا انطيني مسجد من المساجد في أنحاء الأرض المختلفة عندهم ختمة لنهج البلاغة، ماكو، ما موجود. صحيح نهج البلاغة له شروح كثيرة، وهو كتاب يعني يعبر عنه الأعاظم، يعبرون أنه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، هاي رتبة عظيمة جدا. لكن مع ذلك احنا نشوف الواقع، انا اتعامل ويا ما موجود عند الناس، ما موجود عند الناس تداول نهج البلاغة مثل تداول القرآن. دكتور التداول لا يعني لا يعني الأفضلية، التداول أمر لعله الإنجيل يتداول اكثر من القرآن مثلا، لعله الإنجيل يتداول اكثر من القرآن، فهل يعني الإنجيل لا من ليس القرآن؟ صحيحا، أنا ما أريد أدخل بتنافس ديني، ولكن هذا ليس صحيحا. اليوم انطيني أي منطقة بالعالم بها تداول للإنجيل، حتى في الفاتيكان ها عندهم ختمة للإنجيل، يقرؤون مثل ما نقرأ احنا؟ لا عزيزي، لا ليس صحيحا. الإنجيل كتاب عندهم مقدس، ولكن هم بالحقيقة ما يقرؤون هذا الكتاب إلا يوم الأحد، يقرؤون من عنده شوية وفي ما لا. أما القرآن الكريم لا، القضية مختلفة، واقع الحال، واقع الحال هذا الواقع. الواقع تأسس عليه عيني شيخ عمار، أنت الواقع شو تسوي؟ هذا الموجود بالواقع أنت تأسس عليه. جيد دكتور، نهج البلاغة من حيثية كما يدعي البعض، أنا لست بالضرورة ما أطرحه من متبنيات الفكرية، لكن أطرح ما يدور في الواقع وفي المواقع، دعنا نعبر الواقع والمواقع. القرآن في بعض المواضع لعلكم تفهمون، لعلكم تعقلون، لعلكم كأنه حالة من يعني من السخط على بعض الناس، ونهج البلاغة لا تجد في هذا التعبير، تجده هكذا يعبر أكثر رقيا. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطفقت دونها وفعلت، يعني بلاغة عالية. البعض يصور أن هذه هي أكثر بلاغة من القرآن، حتى في جانب البلاغة وجانب التنظير الحياتي، والناس صنفان، أما أقول لك في الدين، يعني لا نجد نصا في القرآن يشبه الناس صنفان، أقول لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا تنسيني هاي القضية، بس خلي أجاوب على الفرضية الأولى. جيد. شوف عيني شيخ عمار، علي بن أبي طالب عليه السلام منين جاب هاي البلاغة؟ من أين أتى بها؟
من الله، من القرآن الكريم. هو 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 تلميذ القرآن، هو بالحقيقة هو أخذ من كتاب الله عز وجل، أخذ من كتاب الله. خل أشوفك في مسألة تقول لي ما موجود الناس صنفان. ها شوف عزيزي، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ماذا يقول؟ يقول خير الناس أنفعهم للناس، صحيح؟ نعم، خير الناس أنفعهم. هاي قاعدة عظيمة جدا جدا عظيمة، بناء الحياة حتى تقود الحياة، خير الناس أنفعهم للناس، هاي جدا مهمة. ولاحظ مو خير المسلمين، مو خير المؤمنين، خير الناس مطلقا أنفعهم للناس. شوف شوف الآية المباركة، إنما ينفع الناس يمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع، ما الذي يبقى؟ الذي ينفع الناس. علي بن أبي طالب عليه السلام منين يجيبها؟ جابها من القرآن. لكن شنو، أنا مثل ما بينت لك قبل شوية، القرآن الكريم يقدم قواعد كلية، احنا واجب علينا شو نسوي؟ نحولها مثل الدستور، نحولها الى قانون، لان الناس احيانا ما تفهم القواعد الكليه اللي في القرآن، تريد تفريعات، كيف نفرع المسأله؟ الناس صنفان، اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. هذا بالحقيقه ومنين اخذها؟ اخذها من كتاب الله. اذا اذا القرآن هو كتاب تأصيل ونهج البلاغه وغيره من تفريع، كلمات. نعم، هي كلمات تفريع على ذاك التأصيل. اكيد، نعم. جيد دكتور، البعض يقول ان حدود القرآن في حدود الدول الاسلاميه للتعاطي بينهم وبين المسلمين، لكن القرآن طالما ينظر الى غير المسلم بانه كافر، فلا يمكن أن نتعامل وفق الحضارة العالمية اليوم مع غير المسلمين بالقرآن، لابد أن نجد شيء أكثر شمولية واتساع من القرآن نتعامل به مع المختلف معنا في الدين. نعم، ما معنى كلمة كافر؟ كافر بمعنى من غطى النعمة، كفر النعمة أي غطاها، لم يرها، لم يتعامل معها، لم يستفد منها، لم يأخذها، لم ينتفع بها، مو بمعنى الحكم القطعي الذي يعني ما يتبدل ما يتغير. هذا هو بالحقيقة كثير من المسلمين في أمريكا هم كانوا كفار، ولكن بعد ذلك، ولا سيما من السود مثلا، وبعد ذلك صاروا من المسلمين لما تعاملوا مع القرآن الكريم. أكثر شيء بالحقيقة هو الأثر العظيم هو للقرآن الكريم، هو اللي أثر، لأنهم يسمعونه يتلى، يقرؤون هذا الكتاب العزيز، يؤثر بهم بدرجة كبيرة جدا. حتى لو ترجمت معانيه، مع أنه ترجمة المعاني أقل من الكتاب نفسه، ولكن الله سبحانه عز وجل يجعل لها أثرا. صحيح أنه هذا بالحقيقة واقع الحال، أنا أقول هو كفر بالإسلام، صحيح هو كفر بالإسلام، هو ما يعتبر الإسلام نعمة، هو غطى هذه النعمة، لم ينتفع بها، فلذلك هو كافر. مو بمعنى الحكم الظالم، لا، هذا وصف للحقيقة. اكو واحد اخذ من هذه القضية، واكو واحد يقول لا انا ما اريدها، هو يقول انا ما اريد هذه القضية، الى ان ناتي له بحجة، نقنعه، نكشف له الامور، ربما يتأثر. جيد دكتور، يعني للحديث اطراف اكثر من ذلك وللحديث صلة، يعني أنا حقيقة لم أستوعب كل ما كنت أعددته في هذه الحلقة لنناقشه مع جنابكم الكريم دكتور رياض، لكن هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. شكري وخالص امتناني لك ضيفا عزيزا في برنامج الدين والدنيا في قناة الأيام الفضائية. شكرا. كذلك شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. مشاهدين الأفاضل، ألتقي وإياكم في حلقة قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله وسرعيكم، في أمان الله وحفظه.